أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك يا نادين، شهر الصيام الذي يأتي بأجوائه الروحانية العائلية والاجتماعية الجميلة. الكثيرون يعانون من أثار الصوم خلال الأيام الأولى، فالجسم يتخلى عن مجموعة من العادات الغذائية الإدمانية ربما مثل شرب القهوة، تدخين، إضافة للطعام والشراب طبعا. فقرتنا اليوم تبحث في الخطوات التي يمكن اتباعها من أجل تحضير الجسم للتغيير المفاجئ الذي سيحدث خلال شهر رمضان. على كل حال سألنا الشارع في الأردن كيف تستعدون لرمضان من ناحية الطعام ونظام الحياة، نتابع. على كل من الرياض ينضم إلينا اختصاصي طب الأسرة دكتور كيفن حافظ. دكتور كيفن يسعد صباحك، منورنا من جديد صباح العربية، أهلا بك. صباح الخير. صباح الخير لكم ولكل مشاهدي العربية في كل مكان. طيب دكتور كيفن، أيام مبارك إن أدفانس إن شاء الله يا رب. دكتور يعني أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والجسم تعود على عادات غذائية إدمانية إن صح التعبير كالتدخين والقهوة لدى البعض، كيف يمكن الاستعداد لشهر رمضان بالتخلي عن هذه العادات؟ صدقتي سهام، موضوع الاستعداد موضوع مهم جدا، خصوصا لمن ذكرتي عشاق القهوة والكافيين وما شابه والمدخنين، حتى الناس اللي يعطشوا كثيرا وكذلك الناس المصابين بأمراض مختلفة ويتناولون أدوية مختلفة. فمثلا نأخذ على سبيل المثال القهوة، علينا أن نبدأ بالتقليل من تناول الكافيين، أي أن نقوم بتبديل القهوة من القهوة إلى قهوة منزوعة الكافيين، فنجان واحد في كل مرة إذا كنت تتناولين 3 فناجين في اليوم، حتى تشربين بالنهاية القهوة منزوعة الكافيين ثم تتوقفين عن تناولها تماما. في هذا الصدد أقول نحن كأطباء نفهم ما يسمى بنصف عمر المادة، فنصف عمر مادة الكافيين هو ليس إلا 5 أو 4 ساعات في الجسم، لذلك لا تقلقي، يعني لما أنت تتناولين 3 فناجين في اليوم كله صباحا ظهرا مساء، أن تحولي واحد منهم إلى منزوع الكافيين أو 2 فهذا سهل جدا. طب دكتور أتفضل. نعم. أكمل كذلك وبعدين سؤالي. نعم، بالنسبة للتدخين كنت بدي أحكي نادين شوفا أنه إذا ما المدخن ما عرض ما هيئ نفسه لرمضان فهناك أعراض سوف تصحبه أو تصاحبه، اللي هي أعراض الانسحاب عن التدخين المفاجئ مثل التهيج والغضب والأرق ونفاد الصبر وصعوبة التركيز. لذلك على هذا الإنسان أن يحاول أن يقلل من التدخين في النهار أثناء النهار. ورمضان هو فرصة رائعة جدا للإقلاع. طالما عم تحكي يا دكتور كيفن عن الفرص الرائعة في شهر رمضان، الإنسان عندك جسم بتعوده وفي نمط أسلوب حياة، هذا نمط أسلوب حياة اللي إحنا بدنا نستعد له ونحاول نغيره قدر الإمكان. بالنسبة لكل هذه العادات اللي بنعملها في اليوم، بس فقط من أين نبدأ؟ يعني الأولوية في رأس الهرم. نعم، الأولوية في رأس سؤال رائع جدا، شكرا نادين. الأولوية الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، علينا أن نعد جسمنا لاستقبال ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميا، وهذا يتم بين الفطور بين الأفطار والسحور. الابتعاد قدر الإمكان عن المنبهات، الابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة الحارة الأطعمة المالحة، الابتعاد عن الرياضة العنيفة التي تزيد بالعطش. في هذا الصدد أقول تناولوا ملعقة من العسل يوميا على السحور فهو يخفف من الشعور بالجوع والعطش، كذلك يمد الجسم بالطاقة اللازمة للاستمرارية. كذلك تناولوا الزبادي، لبن الزبادي كل يوم على السحور، هذا رائع جدا لترطيب الجسم لتسهيل عملية الهضم، كذلك لمنع الجوع لمنع العطش بالذات. فهذا هنا أتكلم حصرا عن الماء. أما إذا تكلمت عن
الوجبات الطعامية علينا أن نبدأ بتقليل وجبات الطعام إلى 3 يوميا، صباحا ظهرا مساء. بالنسبة للوجبة الظهرية الغداء علينا أن نقلل منها، علينا أن نبتعد عن السناك بين أول الوجبة بين الوجبتين، الوجبة الخفيفة بين الوجبتين، وبالتالي عندما يأتي رمضان نكون مستعدين بأنه ننقص فقط الوجبة وجبة الغداء في هذا الشأن. كذلك الأمر بالنسبة للناس الذين يتناولون بعض الأدوية، وخصوصا في مجتمعاتنا هنا العربية الكثير يعاني من مرض السكر، يعني ما يقارب 20% تقريبا. في هذا الصدد أستطيع أن أقول أنه يجب على مريض السكر زيارة طبيبه، لأنه هناك بعض أدوية السكر التي تتعارض مع الصيام. أما بالنسبة للإنسولين على سبيل المثال، فنحن ننصح بتخفيض كمية الإنسولين إلى 80% من الجرعة الأصلية، وأن يأخذ ثلثي هذه الجرعة عند الفطور وثلث الجرعة عند السحور. لذلك عليه زيارة الطبيب المختص أو المعالج حتى يتسنى له من معرفة كل هذه الأمور. شكرا جزيلا على هذه النصائح من الرياض، اختصاصي طب الأسرة الدكتور كيفن حافظ. شكرا جزيلا دكتور على وجودك معنا.